يا ونتي يا ونتي ونت ونت من الون ونا ونا ونت ونت هاي لكسن يرضي من تمنى تمنى ام خاوي الدرب والصعب ويمناي وسط يمنى يمنى رمضاننا خير وبركة وأجر. خلنا نشوف كيف وضع الجدول الرمضاني. الحمد لله ختمت 3 أجزاء بعد الفجر، وبإذن الله ما ينتهي رمضان إلا وأنا مختم 10 ختمات. خلصت كل معاملات اليوم. أوه باقي 2 ساعة على الدوام. أجل على كذا خليني أخلص شوية معاملات حق بكرة. ما شاء الله أول يوم دوام في رمضان والنشاط مقطع بعضه. رمضان شهر النشاط والطاعات والإنجاز يا أستاذ ناصر. أقول أبو عبد الله اتصل يعتذر وفيه 5 معاملات كان المفروض ينجزها اليوم. أبو عبد الله عمره ما قصر معنا، وأكيد جاه ظرف طارئ، لكن ولا يهمك ولا تشيل هم يا أستاذ ناصر، أنا بخلص لك كل المعاملات واليوم. إيه بارك الله فيك يا خبيص. وفيك يا أستاذ ناصر. وش ذا الورطة؟ بتأخر اليوم في الدوام، وقت التختيم بيروح، وش دخلني في أبو عبد الله ومشاكل أبو عبد الله؟ يعتذر ولا يقعد؟ لكن مو مشكلة، مدام حنا ماشيين على الجدول فأمورنا إن شاء الله. السلام عليكم يمه. وعليكم السلام يا بنيتي، كيف دوامك أول يوم رمضان؟ إن شاء الله ما تعبتي. الحمد لله يمه ما في تعب، خليني أساعدك. عنك يمه أنا بلف السمبوسة وجهز الشربة. لما كنت بالبعثة يمه أول يوم رمضان البنات دايم يفطرون عندي. عادة أبوكي يا بنيتي، هو بعد عزم الجيران يفطرون معنا الليلة. وهذه معاملاتك يا أبو عبد الله جاهزة. الحين أقدر أقرأ لي 2. ألو، هلا يا عبودي. ألو خبيث، ما أدري إيش فيها، مو راضية تتحرك، حاولت. وش فيك؟ أنت مدرعم علي كذا، في شيء اسمه بالأول السلام عليكم، وبعدين تقول لي كل سنة وأنت طيب، ترى حنا في رمضان، اللهم إني صايم بس. وش فيك يا عبودي؟ كل عام وانت بخير ورمضان كريم وكل شيء، بس دلال مو راضي تشتغل والورش كلها مقفلة. الحقني يا خبيص، ترى انت خبرة في هذه الأمور. علشان ثاني مرة تسمع كلامي، كم مرة أقول لك حافظ عليها بصيانة بلدها؟ خلاص خلاص أنا بدبر الأمور، بناخدها بسطها على فرع الصيانة. تفضل المفتاح يا بشمهندس. تفضل استاذ خبيص، السيارة جاهزة. بارك الله فيك ما قصرت. لا حول ولا قوة إلا بالله، من مشاكل أبو عبد الله لمشاكل عبودي، ما قريت غير جزء واحد بس، لكن إن شاء الله نعوضها بعد صلاة العصر. هلا والله عم أبو حريص. لا تنسى يا ولدي يا خبيص، العادة كل سنة طارك اليوم عندنا. والله يا عم أبو حريص من بناسيها، تعرف يعني عندي شغل وكذا وأشغال أشغال واجد يا عم أبو حريص. وش عندك؟ بصراحة أبي أقرأ قرآن، وتعرف باقي لي 4 أجزاء ما خلصتها، وخليها ربك يا عم أبو حريص، خليها ربك. الحين مو قايل لي بعد الفجر أنك بتجلس تقرأ قرآن للإشراق؟ ودي أختم 10 ختمات هذا الشهر. أقول أنت عال بس وربنا يجيب الخير، ترى والله والله بزعل منك. والله يا عم أبو حريص حنا ما نقدر أزعلك. أقول يا عم أبو حريص، الساعة كم التجمع عندكم؟ وش تجمع يا ولدي؟ الظاهر أن الصيام مأثر عليك، فطور فطور قبل المغرب. أجل إن شاء الله قبل أذان المغرب أنا عندكم. يا أخوان يا أخوان، هذا منظر غير حضاري. يا أخوان لا تقفلون الشوارع، لا تقفلون الطريق وتعطلون خلق الله، بالنظام كله يمشي. هلا والله يا ولدي يا خبيص، ليش مكلف على نفسك بس؟ هات عنك هات. ما شاء الله عليك يا عم أبو حريص، أولمبي أولمبي، الناس صايمة وانت قاعد تتريض. حط الأغراض وتعال نتنشط شوي قبل المغرب يا ولدي. خذ يا خبيص. شويش يا عم أبو حريص، ترانا صايمين. آفا يا خبيص، تخلي العجوز يهزمك. ها؟
والله ما انت بهين يا عم ابو حريص. رمضان يا ولدي شهر الصحة والنشاط، مو بشهر التخمة والكسل. صدقت يا عم ابو حريص، هذه والله الساعة المباركة، يجعلها دايم وعامر يا رب. الله يبارك فيك، وهذه فرصة طيبة ان عم ابو حريص جمعني وعرفني بك يا عم ابو الجوهرة. من طيب اصلك يا ولدي. طيب اصلك كل يوم دق بوري بوري كده زي الأورنجيلة. إلا ما قلت لي يا خبيص يا ولدي، أنت وين تشتغل؟ أنا مسؤول تخليص في شركة عبر البحار الاستيرادات. ما شاء الله، موفق يا ولدي موفق. آخ يا قلبي، فينك من زمان يا رمضان؟ عشان جينيفر تحن علينا وتعزمنا. جينيفر، هذا الكيس ما راح أكله وأخبيه في قلبي. لا تصدق نفسك يا العري، أنا بس مسوي دايت. وش يا قطع؟ هذه والله ساعة المباركة. ترى يا أم حريص اليوم عندك بكرة عندنا. حصيص اسمعي، هلا تعلمت سواقة، باقي بخاخة مسيل الدموع. شش بعدين نتفاهم. والله ما قصرت يا خبيص، بيض الله وجهك. وجهك يا عم أبو حريص، هذا واجبي. خبيص وش فيه؟ صراحة يا عم بحريص كنت حاط جدول ودي أختم 10 ختمات في شهر رمضان، لكن ما زبطت معي من أول يوم تلخبط. أنت مستهين بالبركة والأجر اللي سويتها اليوم عن زميلك أبو عبد الله وخويك عبودي، واللي يعين أخوه في حاجته لهجر الاعتكاف في المسجد النبوي شهر، وأخذت أجر تفطير صايم وأجر الاهتمام ببدنك ولياقتك واجر سرة الجيران واجر ادخال السرور على اخوانك. يا الله، وانا كنت احسب ان اول يوم في رمضان ضاع علي، اثاري كل شيء اللي سويته في اجر. تصدق يا عم ابو حريص اني ما فكرت فيها كذا. الله يسعدك ويجزاك خير. رمضان كله خير وبركه واجر يا خبيص يا ولدي. صدقت يا عم ابو حريص، الله يكتب لنا الاجر. امين. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها، أثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. تيوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. عاد ترى لا تفوتكم الحلقة الماضية، عاد سبسكرايب هنية واللايكات هنية، وأبغى شير يكون